في اي حد خلقه ربنا من اول مارك زوكربيرج لغايه اخر واحد داخل فيسبوك من 5 دقائق واخد ترخيص؟ فدي تهمه مختلقه. عارف انت الراجل اللي هو كان عايز يضرب مراته عمال على بطال، فكل ما تجيله يقول لها انت مش لابسه الا كلوك ليه يضربها؟ فجت اشتكت لابوها، فابوها بيقول له يا ابني باينه قوي كده انك انت بتتلكك لها، يعني بلاش حكايه الكلوك دي، يقول لها اعملي لي كوبايه شاي. فتيجي تشرب وتذوق وتقول لها سكره زياده ليه يضربها، سكره قليل ليه يضربها، فقال لها اعملي لي كوبايه شاي. فجابت له الشاي والسكر جنبه، فلا مش هيعرف يتحدد، فقال لها برضه مش لابسه الكلوك ليه. هو حكايه اداره صفحه من غير ترخيص ده عامل ان اسامه جاوش مش لابس الكلوك. انا على ذكر السخريه حقيقه بسحب جدا، انا بتفق طبعا مع حضرتك في هذا الراي ان السخريه قاتله جدا للانظمه القمعيه والعسكريه. كتبت من شويه على تويتر وقلت ان الدوله المهزأه تعلم علم اليقين ان من اقوى الاسلحه التي تواجهها هو السخريه او التهزيء، والكارثه ان يتخيل نفسه اللي هو السفاح انه هو الدوله. فالسخريه بتضايقه جدا، واضح جدا في كل كلماته، يعني الراجل بالنسبه له الموضوع ده كبير قوي أستاذ محمد إن حد يسخر منه بشكل كبير. تعالى نروح بقى النهاردة تأكيد مرة أخرى من انتربول والنشرة الحمراء على تسليم حضرتك ويعني وبعض الأسباب. أنا عايز أقول لك بس خلينا نحرر هذه المسألة علشان ده موضوع عايز يتوضح للناس. اتفضل. الأول الحمراء دي تبقى حاجة هم عارفينها، طبعا مش النشرة طبعا 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 خالص. ليه بقى؟ في موقع للانتربول على الانترنت، صح، وبالمناسبة الانتربول عامل الموقع ده من غير برضه ما ياخد له ترخيص، يعني الانتربول يديره موقعا بدون ترخيص على الانترنت، عشان نعرف ان عبد الفتاح السيسي وكل من حوله هم اكذب من مسيلمة. يعني اذا كانت المواقع بتاخد لها ترخيص كالانتربول اولى، ماشي. طيب اكمل بقى. موقع الانتربول ده اي حد يقدر يدخل عليه ويكتب اسم محمد القدوسي او اسم معتز مطر او كل الاسماء التي تردد كذبا ان الانتربول اصدر بشانها نشرات حمراء. في حاجه عند فيه كده ايقونه في الموقع ده بتقول لك النشرات الحمراء، كويس، مش هيلاقوا لينا خالص لا نشره حمراء ولا نشره حمراء. بل الصحيح وكما اؤكد أن الانتربول رفض الاستجابة لهذه الإجراءات القمعية اللي عبد الفتاح السيسي والقضاء الشوربة بتاعه وشوية التوافه اللي محيطين بيه لأنه أشدهم تفاهة، يعني طلبوها أو اتخذوها. طيب ده دليل هنقدر نحصل عليه من موقع الانتربول، مش هما بيقولوا الانتربول طلع. طب أدي الجمل، قالوا الجمل طلع النخلة، ادي الجمال ادي النخله، صح. قالوا الانتربول طلع نشره حمراء، ادي موقع الانتربول ادي النشرات الحمراء. خلينا نمشي. هذا الاعلام يا استاذ محمد، انا اسف للمقاطعه، بيخاطب شعب عارف ان اللي هيروح للخطوه اللي حضرتك بتقول عليها دي نسبه ضئيله جدا. احنا بلد عناوين. انا عايز النسبه هكذا تنتشر الحقيقه، صح، انك انت تحرض الدائره الضيقه القادره على اتخاذ اجراء متقدم على انها تتخذه، والدائره الضيقه دي تنقل لدائره اوسع منها واوسع منها، الحقيقه اطول عمرا كما قال شوبنهاور، يعني هتوصل في الاخر الحياه. ده حاجه. الحاجه الثانيه، طيب اللي مش هيقدروا يتخذوا الخطوه دي احنا هنقول لهم يتاكدوا ان دول كذابين، ولاد 60 كذابين. ازاي؟ دلوقتي هذا الخبر على مدار السنه اللي فاتت بيتنشر كل اسبوع، كل 15 يوم، كل شهر لما بتكتر، يعني مش كده؟ طيب عمالين يقولوا لك ان الانتربول اصدر نشره حمراء، بعدين يرجعوا تاني اسبوع يقول لك الانتربول اصدر نشره، النشره الحمراء دي بتدفع مره واحده. فهم دلوقتي طلعوا تقريبا 30 40 خبر، وممكن اللي يدور عليهم على النت هيلاقيهم، وهيلاقيهم بالتواريخ المختلفه عن ان الانتربول اصدر نشره حمراء. ما حاجة الانتربول ان يصدر نشرة حمراء في شهر يناير اذا كان سبب انه اصدرها في شهر ديسمبر، وما حاجته انه يصدرها في شهر ديسمبر اذا كان سبب انه اصدرها في شهر نوفمبر، لا حدث لديه. اذا كل هذه الاخبار اخبار كذب، من خلال تواتر وتعدد الاخبار في اصدار النشرات الحمراء نسبة كذبها. طيب دليل عملي،
انا شخصيا رحت عملت رساله قناه الثوره وقدمتها على قناه الثوره من باريس من جنب الانتربول، مقر الانتربول الرئيسي اللي في الدنيا في العاصمه الفرنسيه باريس، وانا كنت واقف جنب المقر الرئيسي بتاع الانتربول وعامل الرساله بتاعت باريس. مش انا بدخل برضو من مطار شارلي دي جول بختم الباسبور بتاعي وانا خارج بختم الباسبور بتاعي، ولو في نشره حمراء بتبقى متبلغه في المطار فالمفروض يقبضوا عليا وقبضوا عليا ولا قالوا لي انت رايح فين ولا انت جاي منين. يبقى ده الاثبات العملي على ان اللي بيقوله الكذاب عبد الفتاح السيسي واعلامه السافل وقضاؤه الاشد سفاله هو كذب من اوله الى اخره. استاذ محمد القدوسي اوجزت فاعجزت، بشكرك شكرا جزيلا، بشكرك شكرا جزيلا على هذه الاطلاله.